ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. النهارده رجعنا نعمل تريلر رياكشن جديد، وهو التريلر اللي احنا هنعمله رياكشن النهارده هو فيلم لسه نازل تريلر بتاعه من يومين ثلاثه، وهو فيلم ذا سوسايد سكواد. ده هيكون زي ما تقولوا كده ريبوت للجزء القديم، وفي نفس الوقت سيكول. ما تسالونش ازاي، يعني هو ريبوت سلاش سيكول للجزء اللي فات، لان برضو لو هتاخدوا بالكو في البوستر بتاع سوسايد سكواد هيبقى فيه مارجو روبي، فهو مارجو روبي ظهرت في سوسايد سكواد الاولاني، فهو يعتبر سيكول الاولاني، بس في نفس الوقت برضو هيعملوا له ريبوت، اكن من الاخر يعني اكن الاولاني ده اصلا ما اتعملش خالص، اللي هو بتاع ويل سميث وكان فيه جاريد لاتو اللي كان الجوكر والكلام ده كله. سوسايد سكواد الكتابة والإخراج لجيمس جان، جيمس جان اللي كان عامل جارديان أوف ذا جالاكسي إخراجيا. ومعانا في الكاست ليست مارجو روبي، تايكا واتيتي، سيلفستر ستالون، عامل بصوت مين؟ كينج شارك. أوكي كينج شارك. أنا يا جماعة أنا مش من محبين الكوميكس، علشان برضو الناس اللي هتبدأ مثلا تشتم في الكو في الكو في, ال... في الكومنتس، ولا هتقول مثلا حاجة كده ولا كده، أنا مش من هواة الكوميكس، أنا ما بقراش كوميكس، أنا بتفرج على سينما مش بقرا كوميكس، عشان ممكن يكون في شخصية أنا مثلا أنا ما عرفهاش أو ما شفتهاش قبل كده، فلو إزاي أنت ما تعرفهاش، إزاي ما شفتهاش قبل كده والكلام ده كله يعني. فأنا حبيت إن أنا يعني من الآخر أوضح النقطة دي يعني. بس انا مستغرب من سيلفستر ستالون يطلع في سوسايد سكواد يعني، وطلع بشخصية اسمها كينج شارك. وفي كمان ادريس البا هو هيطلع بلوت سبورت، وعندنا كمان فيولا ديفيز من الجزء القديم، وفي جاي كيرتني انا بحب بصراحة الكاركتر بتاعه اللي هو كابتن بومرانج، برضو كان موجود في الجزء القديم. وفي معانا كمان شين جان هو اخو جيمس جان مخرج الفيلم، عندهم كوسة برضو في أمريكا. ومعانا كمان جون سينا هيطلع بدور بيس ميكر، ده اللي أنا أعرفه يعني. تمام هنتفرج على التريلر بتاعنا النهاردة. أوكي هو الريد باند، هو الريد باند تريلر، أوكي that's nice، يعني ممكن يكون في شتايم، ممكن يكون في دم بتاع، هنشوف يعني. أتمنى بصراحة أنه هو يبقى أحلى من الجزء اللي كانت عمل قبل كده، رغم الجزء الأولاني اللي أنا شفته قبل كده بتاع سوسايد سكواد اللي كان معمول قبل كده، ده بصراحة كان جزء مأساة يعني، أنا كنتش بحبه خالص الفيلم ده، كان فيلم وحش فشخ يعني أبعد ما تتخيله يعني، واحد من أسوأ الأفلام اللي اتعملت في دي سي من وجهة نظر الشخصية يعني. طبعا كالعادة ما شوفش التريلر ولا مرة بتاع سوسايد سكواد، هشوفه معاكم دلوقتي الأول مرة، يلا بينا. The entire mission for a mental defective dressed as a court jester. It's coming from a guy that wears a toilet seat. What are you guys doing? What? We're here to save you. You were gonna save me? It was a really good plan, too. Well, I can go back inside and you can still do it. That's patronizing. I'm so sorry. Harley Quinn. Bloodsport. Nom nom. Any questions? Yes, that is your hand. Very good. We find out you have personalized license plates. You dumb. What's the plan? What the hell am I supposed to know? You're the leader. You're supposed to be decisive. This is suicide. Well, that's kind of our thing. Oh my God! We've got a freaking kaiju up in this shit! Uh-huh. اوكي يا جماعة، طرح سوسايد سكواد في 6 اغسطس في السينمات، وكمان على منصة HBO Max. بصوا من وجهة نظر الشخصية انا شايف في التريلر احسن اصلا مشكلة في حاجة، انتوا مش فاهمين. بصوا سوسايد سكواد بتاع جاريد لاتو وويل سميث لما نزل في 2016 التريلر كان فشيخ. الاغنيه اللي كانت عملت بتاعت استعملوا 2 تريلر، كان في واحد منهم الاعلان بتاعه كان فشيخ، وفي الاعلان الثاني اللي كانت عمل اللي كان فيه الاغنيه بتاعت كوين اللي هي بتاعت is this real life اللي هي بوهيميان رابسودي، الاعلان كان افشخ تمام. فبصراحه كان كنت منتظر الفيلم جدا يعني، طلع في الاخر زي الزفت انا اسف يعني. التريلر ده شكله هيبقى حلو يعني، التريلر نفسه حلو، بس الفيلم انا مش عارف، لان في 2016 قلنا الفيلم هيبقى حلو
من التريلر وفي الاخر الفيلم طلع زباله. تمام التريلر ده شكله حلو يعني الفيلم شكله حلو بس التريلر بصراحه محب يعني متخلي الواحد متحمس انت تتفرج على الفيلم. بس انا لو اتفرجت على الفيلم وطلع في الاخر زي 2016 يعني لا مؤاخذه يعني بصراحه يعني هطلع حرفيا اشتم في المراجعه بتاعته من الاخر يعني هاخد راحتي بقى. زي ما قلت التريلر كده كان ريتد ار, انا هطلع بقى في الحلقه بتاعتي هتبقى ريتد ار وهيبقى في شتايم من هنا للسنه الجايه. تمام بس التريلر شكله حلو. انا اكتر كاركتر بصراحه عجبني وداخل دماغي الكاركتر اللي اسمه كينج شارك بتاع سيلفستر ستالون. انا مش عارف هو ده اصلا سي جي اي ولا ده سيلفستر ستالون حاطين له حاجات وبيتكلم, مش عارف برضو ما شفتش الميكنج بصراحه بتاع الفيلم او ما شفتش الميكنج بتاع التريلر. يعني عجبني انا بصراحه عجبني التريلر شكله حلو والفيلم هيبقى شكله انترتينمنت يعني الفيلم هيبقى انترتيننج من الاخر يعني سكه ودغري يعني مش اللي هو جايين ينقذوا العالم بقى. وهيبقى فيه طبعا كوميديا وهيبقى طبعا فيه افشخانات من سويسايد سكواد الجزء الاولاني. مش عارف انا خايف بصراحه ادي نسبه ترقب عاليه وفي الاخر الفيلم يخسف بيا الارض حرفيا. يعني انا نسبه ترقبي حديها في المعقول, نسبه ترقبي للفيلم 7/10 مش اكتر من كده عشان مش عايز ادي اعلى من كده وفي الاخر الفيلم يعني يجيبني الارض. يعني انا نسبه ترقبي للفيلم 7/10 مش اكتر من كده. ان شاء الله باذن الله اول ما هينزل في اغسطس هنتفرج عليه ان شاء الله ونعمله ريفيو. بس ما عنديش اي حاجه ثانيه اقولها عن فيلم ذا سوسايد سكواد. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات ثانيه قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برده تعملوا سبسكرايب للشانل الثانيه اللي اسمها هوم الون, هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برده هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.